بكتيريا متواجد بالمعهد الوطني لوقاية النباتات، وقد أتيت بالعينات من البستان لتحليل وتشخيص الزهور. ونبدأ بالتحليل. بمقارنة المعلومات الموجودة على طلب التحليل بالمعلومات الموجودة على العينة، بعد ذلك نقوم بعدة مراحل لتحليل هذه العينة. نعمل في ظروف منظمة قبل بداية العمل، نقوم بتنظيف الأدوات، نقوم بأخذ العينة. فإننا نأخذ عينة على مستوى العرق الرئيسي، وبعد ذلك نقوم بوزنها ونأخذ 1 غرام من العينة. نقوم بوضعه داخل أكياس، كيس خاص بالطحن. بعد ذلك نشرب لتر من محلول للطحن وهو البافر أو الطنطن في الغواياش، ونمر إلى داخل الجهاز الخاص بالطحن. بوضع المعلومات الخاصة بالعينة، نأخذ النص الأول ونقوم بتخفيفه في البافر الخاص به بنسبة 1:200. كل حفرة 200 ميكروليتر. حسب عدد العينات والحفر الخاص بال تيما بوزيتيف تيما نيجاتيف كونتر بوزيتيف. Thank you.
ونقوم بتحضين هذه هذا الطبق على درجة حرارة 37 درجة لمدة ربع ساعة. من الشاهد الموجب والشاهد السلبي. المرحلة الثانية نقوم بوضع المصل الثاني بعد أن حضرناه بنفس الطريقة 200 ميكروليت في كل حفر في طبق إليزا.
كما وضعنا عندنا بالنسبه للمصل الاول اي في حاضن لمده ربع ساعات على درجه حراره 37 درجه. بعد ما ربع ساعات نقوم باخراج طبق من الحاضن ونقوم مره اخرى بغسل على الطبق كما فعلنا بالنسبة للمصل الأول والثاني وتركه في درجة حرارة المخبر لمدة ساعتين ونقوم بقراءة النتيجة بعد ساعة وبعد ساعتين بواسطة جهاز قارئ الإحصاء. نتائج ما تحصل عليها مع الشاهد.